مية شكلتها قال لي ما حبيتش تركحلي تقول لي شكلتها قلت له عليه غليت لك بنص مندح غليت لك بنص مندح ما ركحتش وصلت قال لي ورحمة أمي غليت لها أوه ما تشي بوز يعني وقبل ما نكمل نشرح لكم فلسطين على الموضوع بتاعي اللي نحكي فيه ويجي تونيزيا فيها خمسة فلسطينيات علاش خمسة فلسطينيات؟ من خلال ما يدرسوا ذاك الحقوش كلها اسئله تساؤلات دي كيستيون شكون التونسي وعلاش سيكولوجيا سوسيولوجيا شكون الشعب التونسي علاش نخمو هكا علاش هكا علاش هكا لكن انا حبيت من خلال المسرح هذا خاطر نكتب السكتش نتاعي حبيت نفهم الشعب التونسي شكون اكبر غلطه عملتها في مخي شكون لازم يفهمها